سؤالي ليكم، انتشار كبير لظاهرة العنف، البراكاج، السرقة والجريمة المنظمة والغير منظمة في تونس، شنو هي أسبابه حسب رأيك؟ نعطيك حاجة، شفت البراكاجات في تونس أسباب الرئيسي الدولة. بالله سامحني، تو أنت تسنسهم بستالي وتسنسهم برشا حاجات، ومن بعد تاك تغلي له في الزتلة وتغلي له وتقطعهم ودرشنا واحد يولي يتلز باش يبراكي أنه باش يدبر مصروفه. أنت معناها لأني أنت كي ترجع لسبب الأولاني نتاع شكون؟ الدولة هي اللي تدخل في الزتلة باش تقول لي أنت نحن ما نعرفهمش، اللي أمي تعرفهم اللحامة نتاع الزتلة باش ما تعرفهمش الدولة. لوجيك في اللحوم الشعبية خويا ما عندوش باش يمشي يشري زتلة، يمشي يبراكي، يمشي يضرب مرا كبيرة، يمشي يعمل موضوع باش يمشي يبراكي. دونك ماذا بينا الحكاية هذه تتقص، والدولة فهمي روحك يا دولة، تلفتي للشباب بلاص ما تدخلي لفسية، تدخلي حاجات مزيانة تليب الشباب، تدار الشباب تاع كبري يسكروا فيها برسم يمتك، ومن بعد تجي تقول لهم يبراكو ربي معاكم. هذاك دارة يعني من قبل الثورة كنا عايشين مريقلين، بعد الثورة كيف كيف يعني زاد الانتشار ذي نتاع البركاجي والبطالة هي اللي يعني تشوف فيها ما تبدل حتى شيء، يعني قبل الثورة وبعد الثورة كيف كيف. مثلا انا هاني بطال الحمد لله يا رب ما تلجئش للبركاجات لحتى، وصارت لي مره تعرضت لعمليه بركاج، تعرضت بالحومه في الستاسيون بحذانا في حومتك. اي يعرفهم الاولاد فراشيش هذا يقولوا لهم، تعرضت شادي السكينه من التليفون، ومن بعد كي جبت لي وانا ولد حومتي علاش ما قلتليش اللي انت راك تبع هذاك، فهمتني؟ والكل ما حكيت من الدوله. يعني اليوم انا نسمع نعرف البركاج واحد يتبركى خارج حومته، لكن اليوم ولا يتبركى حتى في حومته؟ في حومته، في حومته، حتى في دارك تنزل في حومته، في حومته كيف كيف برشا زاد. فما شكون زاد بحذانا حومه في زرق عيونه كيف كيف، نقزولهم في وسط الواحد تك ياكل اي ليه في زرق عيونه بحذانا، اي نقزولهم هز تليفون شارجير ومشي في عقله سيد من بعد روتار باش فيق له. اصبح المجرم جريء الى هذه الدرجه؟ جريء، جريء حتى في النهار في عقلي دارك، حتى في النهار جاي. فما شكون زاد حكيها لنا الحكايه، قال كان باش نجي راني في الليل ولا بالضبط صارت هذه، انا باش نجي في الليل باش نسرقك ماكش القبي، صارت هذيك صار سعيد وقتها والله وصارت الحكايه هذه. من بعد وديع جريء خويا انت شنو تقول؟ السلام عليكم. وانا شاطر راي مع صاحبي حمزه اللي الدوله هي اللي مساهمه معناها كما نقولوا فيها رقم واحد، معناها الدولة في إفة البراكاج وكل شيء. علاش؟ على خاطر نحن جينا في دولة معناها نقولوا نلوجوا كان على المشاكل وما نعطيوش الحلول. علاش أنت ما تحكيش على الحل اللي باش يقطع ظاهرة البراكاجات والعنف اللي نتعرضوا له معناها كل يوم؟ أنا ما معناها ماذا بيا نشوف العباد تخرج بيس أند لو في الشارع وكل شيء وتدور وتحوس ونرجعوا كما قبل في أمن وأمان. به شوف انت لحوم معناها لحوم الشعبيه، شوف دار الشباب، شوف دار الثقافه، شوف العباد شنو تحب تعمل، بني لهم تيرانات، خلي العباد تخرج المواهب. علاش هو يتلز باش يمشي مثلا يبراكي ولا حاجه؟ على خاطر جا في انتوراج ماهوش معناها الدوله ما سمحتلوش اللي هو باش يمشي يعمل الشيء اللي يحب يعمله كوسوسوا في اي دومين. فكل واحد فينا مثلا عنده موهبة، أما الدولة هذه تقتل الطموح، ما تخليكش باش تعمل الموهبة متاعك. دونك شنيا هوك يلقى الدولة ظلمته ولا حاجة باش يمشي يتلز باش يفك باش يسرق باش ياكل معاه يتعدى في الدومين متاع الفساد اللي هو طريق ساهل معناها باش تزيد بيه الحالة ويكمل على النسق هذاك معناها ماهوش باش يقص جملة. ديما كي نسمعوا براكاج صار ديما نحطوا انهم مجموعة او ثم رجل قام بالبراكاج. توا ولينا نسمعوا ببنية تبراكي. اي صارت صحيح صارت صارت ما نعرفش وين بالضبط وعديها ديجا. وفما برشا بنيتك كنت انت حل الشخصية تجي معاك نعرفش نية عبارة باش تركع تفل هم بعدك وتخدم تك تك تدخل بك في حومة ما تفهم حتى شيء. هي سامح الكلمة البنية راهي تبراكي أصلا وسيلة يستعملوها كالعصابات هذيك وما تدريش عليها. راهيش نعطيك حاجة، شفت حكاية البركاجات نرجع ونعود نقول راهي الدولة سبب في البركاجات، فما منظمات كبار يكونوا فيهم سامحتي كيما كخدمتك التلبيانك اللي عدوهم الناس الكل، كل واحد عنده موقع متاعه نفس الحكاية ذي. الدولة أخويا تجيب فيهم الناس هذي، ما انت تبركي اللي عندك المنطقة ذيك انت تخدم لحم يا دولة يرحم بوك وكاها والله اقسم بالله. تونس حبس كبير واحنا فيها مورطين، احنا الدولة تبركي هذه العنوان هذي، تونس حبس كبير واحنا فيها مورطين. وشوفوا لنا شنو نحبوا كنا قبل خبز وماء بن علي ليه، تو ولا خبز وماء لا حتى شيء، انا بن علي مات مش بن علي ليه.